النقاط الرئيسية اللي هتطرق إليها إن شاء الله بعد ما نأخذ بعض الأسئلة هو موضوع صحة القلب في رمضان، وسأركز على مسألة الفطر في رمضان. والمرضى الذين يأخذون الإنسولين وعندهم عدم انتظام في السكر التراكمي أو عدم انتظام في وما زلنا لم نستطع الوصول إلى مستوى في السكر في الدم جيد، الحقيقة هذول عاليين الخطورة بالنسبة لصيام رمضان، وبالإضافة إلى مرض القلب يكون في خطورة عالية على هؤلاء. السلام عليكم دكتور، يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة مع ضيفنا الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز العتي. دكتور عبد المجيد تخصص طب أطفال وخبرة كبيرة في مجال قلب الأطفال والأوعية الدموية والأمراض الخلقية. دكتور تفضل، معك الميكروفون، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا فضل إلا منه ولا خير إلا من لدن، حمدا يكون لإنعامه مجازيا ولأفضاله موازيا، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى. أما بعد، فأحيي المستمعين جميعا وأشكر وأثني بالشكر على الزملاء في جمعية القلب السعودية على هذه المناشط المفيدة، المناشط العلمية والمناشط التثقيفية، وأيضاً أهني القائمين على هذا البرنامج على نجاحه في موسمه الثالث، وهذا إن دل فإنما يدل على الإقبال الكبير وحاجة الناس لمثل هذه البرامج. قلوب الأطفال عادة في رمضان لا تسأل كثيراً، لأن كثيراً من الأطفال لا يصومون في هذه المرحلة العمرية، ليس الصيام واجباً عليهم، لكن قلب الأم متعلق بقلب جنينها. إذا أردنا أن نتكلم عن هذا السؤال الذي نسمعه مراراً وتكراراً، هناك ثقب في قلب جنيني أو في قلب مولودي، هل الأمر خطير؟ لطالما سمعنا هذا السؤال نحن أطباء قلب الأطفال، وتكون إجابتنا المتفائلة دائماً: اطمئني يا أختي، الأمر هين وعلى الأغلب بسيط، لكنه يحتاج إلى فحص من الطبيب وتقرير للحالة. هذه الواقعة وهذا السؤال يتكرر يومياً في كل مستشفى. سيدة تضع مولودها بعد 9 أشهر من المعاناة، حملته كرهاً ووضعته كرهاً وهناً على وهن، ولما أن تراه تنسى آلامها وما مر عليها، فتحضنه وتحضن معه آمالاً طوالاً، وهي تراه إما أن يكون شاباً يافعاً أو شابة زاهية. وفي نهاية اليوم يأتيها طبيب الأطفال والذي يمر كعادته على المرضى، ثم يفحص الطفل من مشاش رأسه إلى أخمص قدميه، ويقول للأم: فحصت أعصابه وصدره ووركيه ووجدت لغطا في القلب، صوتا في القلب، ولا ندري كنهه ولا مصدره، لذا سنحيل الحالة إلى طبيب قلب الأطفال. وهنا تغيض ابتسامة الأم وتذبل آمالها ويطول انتظارها حتى تصبح دقيقتها ساعة وساعتها يوما، وهي في انتظار طبيب قلب الأطفال. ودوري هنا أن آتي لأقول: نحن لا نتأخر عليك أيتها الأم
إنما دورنا أن نقيم الحالة ونرتب الحالات تباعا، وهنا الجانب التثقيفي مهم جدا ليطمئن قلب الأم. دعوني أفتح ما معي من عرض. العرض واضح للجميع؟ الكنترول؟ نعم دكتور واضح جدا. نعم، هذا السؤال نسمعه كثيرا كما أخبرتكم، لكن من الأم نقول على الأغلب الأمر بسيط، وقبل ذلك ماذا نفعل؟ نحن نقيم الحالة بالنظر إلى التاريخ المرضي للأم، فنأتي ونسأل طبيب الأطفال قبل أن نأتي، هل تعاني الأم من أمراض مزمنة؟ بعض الأمراض المزمنة تنعكس على الطفل ولكنها ولله الحمد قليلة. هل الأم عندها ارتفاع في السكر أو الضغط أثناء الحمل وهذا يؤثر على الطفل؟ هل الأم تتناول أدوية قد تؤدي لتشوه الأجنة؟ هذا في السابق موجود، الآن بعض الأدوية صارت تراعي الحامل وتراعي وتخف أعراضها، وأيضا الأطباء عندنا بمقدرة على المتابعة ومراقبة الأدوية التي قد تسبب تشوها للأجنة، ويحذرون منها الأم الحامل وغير الحامل حتى الفتاة قبل زواجها. هل الأم تدخن أو لا تدخن؟ معلومة مهمة، لأن التدخين يضر الجنين كثيرا كثيرا، بل إن تدخين الأب في الدراسات الحديثة أثبت ضررا لا يقل عن ضرر تدخين الأم على الجنين. التعرض للإشعاع، هل تعرضت الأم في أشهرها الأولى للإشعاع أو التهابات متكررة؟ هل هناك مرض وراثي أو اختلال جيني متسلسل في هذه العائلة؟ هذه نسأل الأم، وعلى الأغلب الإجابة تأتينا لا يوجد شيء من ذلك، وهذا من الأشياء المطمئنة. بعد ذلك نتجه ونسأل عن نتائج الموجات الصوتية للجنين. كلكم تعرفون أن الأم تتابع حملها عن طريق أطباء النساء والولادة، ويتخلل ذلك فحص للجنين، يفحصونه برمته، كل الجنين، كل أعضاء الجنين، فإذا وجدوا هناك شكا في القلب أو في تركيب القلب حجما أو مخارج أو مداخل يحيلون الحالة إلى طبيب متخصص، استشاري متخصص في تصوير الأجنة، وهو من زملائنا استشاري القلب، وهنا يقيم القلب. فإذا جاء التقرير المبدئي أن الموجات الصوتية جاءت بنتائج غير يعني سلبية أو أن النتائج طبيعية، هنا نطمئن. طبعا الموجات الصوتية تطمئننا عن القلب وعن الأعضاء الأخرى في الجسم، وتحدد أيضا عمر الجنين. ثم نسأل السؤال الثالث، ما هي أحوال الجنين في يومه الأول؟ هل هناك أعراض لأمراض القلب؟ يعني زرقة، صعوبة في التنفس، لا يستطيع الرضاعة بسبب سرعة النفس؟ ما هي العلامات الحيوية؟ كم نسبة الأكسجين في الدم؟ ما هو الضغط؟ طريقته في الرضاعة؟ ما هي نتائج فحص طبيب الأطفال؟ ففي الأغلب أن هذه الأسئلة يأتينا الجواب أن الأمر مطمئن، فما لم توجد أعراض الأمر مطمئن، ما دام الطفل يرضع جيدا فالأمر مطمئن ولله الحمد. إذن لا يعدو أن يكون صوتا في القلب والطفل سليم عدا هذا اللغط، الرضاعة جيدة، الحمل مر دون ما مشاكل، ولا يوجد أمراض عند الأم ولا العائلة، ونتائج الفحوصات الموجات الصوتية أثناء الحمل سليمة. هنا نقول بإذن الله 99% أن الطفل سليم ولن يعاني شيئا، لكن ينبغي علينا أن نفحصه. لماذا الأمر مطمئن؟ لأن الدراسات العالمية تقول أن نسبة حدوث حالات جديدة في المولود، حدوث يعني تشوه للقلب عند هذا المولود لكاد لا يتخطى 1%، طبعا يتفاوت من شعب إلى شعب، لكن هذه النسبة مجمع عليها لا تتخطى النسبة 1%. من كل 100 طفل نأتي نفحصه سنجد طفلا يعاني تشوهات في القلب، وهذا يعني نسبة بسيطة جدا، فنغلب جانب التفاؤل. وقد يكون لغطا بريئا. ما هو اللغط البريء؟ أن نسمع صوتا ولكن لا يوجد شيء، يعني حركة الدم في الشرايين تنتج صوت، شرايين جديدة ذاهبة للرئتين قد يحدث فيها صوت، يكون القلب متهما وهو بريء، لذا نسميها اللغط البريء. وقد تكون فتحة ولادية طبيعية عند المولود، وهذا ما نريد أن نركز عليه الآن،
الفتحة الولادية لماذا نسميها طبيعية عند المولود في أيامه الأول؟ طبعا حتى لو افترضنا أن هناك تشوه في القلب، ثقب أو ثقبان أو أكثر أو انسداد، فلله الحمد في هذه الأيام على الأغلب أن لكل حالة تشوه في القلب علاجا ناجحا. والخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية ما شاء الله تبارك الله تضاهي مثيلاتها في العالم. إذن نريد أن نتكلم عن الدورة الدموية فقط كاستهلال. ماذا تعني الفتحات الولادية؟ هذا هو القلب، مكون من 4 غرف. هناك وريدان بابيان، الوريد يعني الذي يورد الدم إلى القلب، وهو يحمل الدم غير المؤكسد، لا يوجد فيه أكسجين، نرمز له عرفا باللون الأزرق، وهو دم غامق في حقيقته. الدم يأتي من البطن ومن القدمين، ويأتي من الرأس ومن اليدين، يأتي للأذين الأيمن، ومن الأذين الأيمن يتحرك الدم إلى البطين الأيمن، والبطين الأيمن يتحرك منه الدم إلى الرئتين، رئة في الشمال ورئة أو في اليسار ورئة في اليمين، يذهب إلى الرئتين، يتخلص من ثاني أكسيد الكربون، يحمل بالأكسجين ويرجع دما قانيا مليئا بالأكسجين، نسبة الأكسجين فيه 100%. ثم يأتي إلى الأذين الأيسر من رئتين كلتيهما، ثم الأذين الأيسر والذي يضخه عبر الصمام الميترالي إلى البطين الأيسر، والبطين الأيسر هو الأقوى وهو الأغلب، ويضخ الدم إلى الشريان الأبهر، والشريان الأبهر يضخ الدم إلى الجسم، ثم يعود مرة أخرى بعد أن يتخلص من ثاني أكسيد الكربون إلى الأنسجة، يتخلص من الأكسجين إلى الأنسجة ويأخذ ثاني أكسيد الكربون ويرده مرة أخرى إلى القلب، وتكون الدورة الدموية دواليك هكذا. إذن هذه الدورة الدموية في القلب. أريد أن أذكر أن بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر حاجز، ولا ينبغي أن يختلط الدم غير الدم المؤكسد، وكذلك بين البطين الأيمن والبطين الأيسر حاجز، فلا ينبغي أن يختلط الدم هنا، ولو وجد فتحة هنا سميناها ثقبة. طيب، هذا هو دورة الدم في القلب الإنسان الطبيعي. ما الذي يوجد في قلب الجنين؟ تذكروا أن الجنين في بطن أمه لا يتنفس، الجنين يعتمد على المشيمة، الجنين يأخذ الدم من المشيمة ويأخذها إلى القلب، فهذا الدم الذي يذهب من المشيمة إلى القلب لا يذهب إلى البطين، لأن هذا الدم مليء بالأكسجين، دم أحمر قاني، لكنه يذهب مباشرة إلى الجهة اليسرى من القلب، والتي تضخه إلى الدماغ وهو أهم أعضاء الجسم وإلى بقية الجسم. طيب، ماذا عن الدم المؤكسد؟ الدم المؤكسد يعود للبطين الأيمن، وهو يضخه عبر القناة الشريانية هنا إلى الشريان الأبهر، ثم يعود مرة أخرى إلى الأم. إذن في بطن الأم أو الجنين في بطن أمه هناك فتحتان مهمتان، فتحة بين الأذينين وقناة شريانية بين الشريان الرئوي والشريان الأبهر. لو انغلقت إحدى الفتحتين قبل الولادة يسقط الطفل ميتا. تلك الفتحتان مهمتان للحياة، هما أصل في الحياة، فعندما يولد الطفل سيبقى أثر تلك الفتحتين بعد الولادة في يوم الطفل الأول أو حتى بضعة أيام. لذا تلك الفتحتان هي من سيبقى، هذه فتحة بين الأذينين تنقل الدم من المشيمة إلى الجزء الأيسر من القلب إلى بقية أعضاء القلب المهمة، وفتحة أخرى بين الشرايين تنقل الدم قليل الأكسجين ترده مرة أخرى إلى الأم عبر المشيمة. طيب، إذن بعد الولادة سنكون في الجهة اليمنى هنا لعلكم تلاحظون، هنا يبقى أثر لفتحة ولادية بين الأذينين كانت موجودة قبيل الولادة، لذا ستبقى تحتاج وقتا حتى تنغلق، وهناك في الجهة اليسرى ستبقى قناة شريانية بعد الولادة
لأنها كانت أصلاً للحياة يوماً من الأيام، فلا نتوقع أن تنغلق خلال ساعة أو ساعتين. بعض الأطفال تنغلق خلال ساعات، بعض الأطفال تحتاج أياماً، وبعض الأطفال تحتاج شهوراً. لذا لا نقلق من تلك الفتحتين، لأن الفتحتين كانتا أساساً للحياة وستستمر بعد الولادة بضعة أيام. طيب، ماذا لو كان ثقب كبير بين الأذينين؟ فالدم سينتقل من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى وسيؤثر على الجهة اليمنى من القلب. هنا نتساءل، هل يوجد تشوه آخر في القلب أم أن الأمر مقتصر على هذه الفتحة؟ الآن لعلكم تلاحظون أنها لم تعد فتحة ولادية كبيرة واستمرت أشهراً عند الطفل، فهذه فتحة نسميها ثقب بين الأذينين. فإذا كانت لوحدها فالأمر يزيد اطمئناناً ولا يوجد تشوه آخر. ما حجمها؟ هناك عرف الآباء والأمهات يسألونني دائماً ما هو حجمها، وهنا أتوقف. العرف يقول إذا كانت 5 مليمتر وأقل فهي صغيرة، 10 وأكثر هي كبيرة، وما بين 5 و10 تعتبر متوسطة. لكننا لا نعتمد عليه ولا أنصح بالاعتماد على هذا الرقم، لأننا لا نقارن طفل خديج وزنه كيلوغرام بطفل مثلا وزنه 5 كيلوغرام أو 7 كيلوغرام، فالأرقام تختل هنا لأن نسبة وتناسب. الأمر الثاني، هذه الفتحة ليست دائرة محكمة يتساوى فيها نصف القطر في كل مكان، قد تكون متعرجة، لذلك قد أقيسها 3، قد يقيسها زميلي 5. هذا هو الحجم. نأتي إلى الأعراض، لذلك طبيب القلب هو من يقرر الحجم. هل هذه الفتحة تسبب أعراضاً عند الطفل؟ طبعاً هذه الفتحة على الأغلب لا تسبب زرقاقاً، لكن قد تسبب صعوبة في التنفس، سرعة في النفس، انقطاع أثناء الرضاعة، الطفل وهو يرضع لا يستطيع أن يوافق بين الحليب وبين النفس، يعني تتقطع رضاعته، أو ضعف في النمو. إذا وجدت هذه الأشياء فطبيب القلب يبدأ يقدم الحالة للوالد والوالدة ويشرح لهما حاجتنا إلى بعض الأدوية، وقد لا نحتاج للتدخل لا الجراحي ولا غير ذلك. في الطب الحديث من تقريبا عقدين من الزمان بدأنا في إغلاق هذه الفتحة عن طريق القسطرة، ندخل عن طريق الفخذ إلى أحد الأوردة الكبيرة ثم نصل إلى القلب ونغلقها دون فتح للصدر، دون مجراحة. فهذه من الأشياء أيضا التي نعملها. أريد أن أنبه أن هذه الفتحة قد تكون رحمة وسببا للحياة، بل إننا قد نضطر إلى فتحها، وذلك عندما يكون هناك انسداد في مجرى الدم إلى البطين الأيمن، عندما لا يتخلق الشريان الصمام ثلاثي الشرف، فهنا نحتاج تلك الفتحة ويكون الدم يتجه إلى اليسار ليغذي الجسم حتى لو كان غير مؤكسد. وقد هناك انسداد في الصمام الميترالي فنحتاج أن يتحرك الدم إلى الجهة اليمنى، فهذه الفتحة قد تكون رحمة وسببا للحياة وقد نضطر إلى توسيعها. أما إذا كانت هي لوحدها والقلب مكتمل فقد نغلقها في عمر معين في وزن معين عن طريق وضع مثل هذه السدادة الرقيقة جدا ويبني عليها الجسم ويخرج الطفل في يوم الثاني من المستشفى دون ما عملية. مرة أخرى، هناك أيضا القناة الشريانية، نتساءل هل هي كبيرة أم صغيرة، هل تسبب أعراضا أم لا، هل هي التشوه الوحيد في القلب أم لا. إذا كانت هي التشوه الوحيد وصغيرة ولا تسبب أعراض فإننا في الغالب نراقبها ولا نتدخل، لكن إذا كانت كبيرة وحجمها كبير وتسبب أعراضا فإننا نتدخل ونذكر مرة أخرى أن هذه القناة قد تكون رحمة وسبب للحياة إذا وجدت تشوهات أخرى للقلب، انعكاس الشرايين أو انسداد بعض الشرايين. إذن تلك الثقوب بين الأذينين أو القناة الشريانية إن كانت صغيرة ولا تسبب أعراض فالأمر مطمئن جدا، وإن كانت كبيرة وتسبب أعراض فالأمر أيضا مطمئن، نتدخل نحن في الوقت المناسب بإذن الله دون ما جراحة في أغلب الحالات.
فهذا ما أردت أن أوضحه في هذا الجانب. طب قد يكون الثقب بين البطينين، وبين البطينين يتغير الأمر، لأن البطينان ضغطهما عالي، البطين الأيسر أعلى من البطين الأيمن والضغط شديد، فهنا لما يضخ الدم يبدأ الدم ينتقل من البطين الأيسر إلى البطين الأيمن إلى الرئتين، وهنا يضفي إلى الرئتين سوائل كثيرة وكذلك ضغطا، يعطي الرئتين ضغط، وهذا الضغط قد يؤثر على الرئتين ويسبب في المستقبل زيادة ضغط الشريان الرئوي، وهذا ما لا نحبذه، وهنا قد نتدخل أكثر. لكن نحن نستخدم نفس المقاييس، هل الثقب صغير؟ هل يسبب أعراض؟ هل نمو الطفل معتدل؟ فإذا كان الأمر كذلك لا نتدخل بل نراقب، وقد نراقبه إلى عمر 12 سنة وفي الغالب ينغلق من نفسه. أما إذا كان كبيرا وفي بعض مواضع القلب فإننا قد نحتاج إلى تدخل. هذا ما أردت أن أوضحه في هذا الأمر، وأريد أن أنبه في نهاية هذا العرض، هذه العلامة تعني كن على حذر، قد تواجه خطرا، لذلك التفاؤل وحسن الظن بالله مطلب، لكن الحذر وسماع رأي الطبيب واجب. أنا لا أريد أن أطمئن الناس لدرجة يأخذون معها صك براءة كلما قيل لهم صوت قلب أو صوت لغط في قلب الطفل، نقول لا، شرح لنا أنه على الأغلب 99% لا يوجد شيء، وسنأخذ الطفل البيت ولا نريد فحص السونار ولا الموجات الصوتية. لا، الأصل أن الأمر يحال إلى طبيب قلب الأطفال. نحن نريدك في تلك المرحلة اليوم الأول أن تطمئن حتى يأتي طبيب قلب الأطفال ويفحص الطفل ويعطيك التوجيه المناسب. قد يكون تلك الفتحة قد يكون مصدرها سببا للحياة لو تدخلنا، قد يكون ذلك الثقب وتلك الفتحة كبيرة بحيث تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. لذا نقول نعم 99% من الحالات أن الأمور إن شاء الله قد تكون مطمئنة، لكن هذا 1% لو حصل ما لا تحمد عقباه سننسى جميع النسب المطمئنة. وأنا أنصح دائما بالرجوع إلى طبيب مختص في قلب الأطفال. هذا ما عندي كعرض بسيط لذلك الأمر، وأسمع إلى أسئلتكم ومداخلاتكم. يعطيك العافية دكتور، جزاك الله خير على هذه المعلومات القيمة التي ستفيد الجميع بالأخص الأمهات. كما عودنا مشاهدينا في كل حلقة أن نستقبل منهم رسائل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وصلتنا عدة رسائل أسئلة أو استفسارات، تقريبا من أهمها كان سيطر لنا الآن على الشاشة. أوكي، السؤال الأول تقول أنا حامل بالشهر الأول وزوجي يدخن كثيرا، هل يؤثر التدخين سلبا على سلامة نمو القلب في هذه المرحلة؟ وهل هناك غذاء مثالي لسلامة القلب في مرحلة بدايات الحمل؟ ما رأيكم دكتور؟ الدراسات العلمية أثبتت من قبل أن تدخين الأم يؤثر كثيرا على الجنين، والتأثير لا يؤثر فقط على القلب، هو يبدأ بتأثيره على المشيمة، فتبدأ انسدادات في المشيمة، ثم قد يولد الطفل مبكرا، ومشاكل الولادة المبكرة كثيرة جدا يعرفها أطباء الحضانة، وقد يؤثر أيضا في تشوهات في غير القلب، ويؤثر في تشوهات على القلب، بل إنه وجد أن الأطفال الرضع إذا كانت الأم تدخن قد يتعرضون إلى ما يسمى بالموت المفاجئ دون ما سبب معروف. هذا ثبتت عليه الدراسات قديما وأقرت، وهي في جميع كتب الطب الخاصة بقلب الأطفال. أما تأثير تدخين الزوج سلبا على الجنين، فقد ثبتت الدراسات الحديثة والمسوحات الحديثة أن تأثير تدخين الأبي على الجنين إذا استنشقته الأم أنه لا يقل ضررا عن تدخين الأم. لذا ينبغي البعد عن تعريض هذا الجنين إلى النيكوتين، إلى الزرنيخ والرصاص وأول أكسيد الكربون، فكلها سامة وتعيق تدفق أو تعيد نمو القلب ونمو خلايا القلب، وندخل في إشكالات عدة.
نعم تدخين الزوج يضر بالطفل، وينبغي أن يدرك كل مسؤوليته. التوقف هو مطلب، لكن إن لم نتوقف لا تستنشق الأم ذلك النيكوتين، سواء دخن أو بقى أثر النيكوتين في غرفة النوم أو في السيارة. فحبذا البعد ذلك، لأن الأمر ليس سهلا. جزاكم الله خيرا دكتور. أيضا استلمنا سؤال آخر من متابعينا، يقول ابنتي تبلغ من العمر 10 سنوات وتعاني من ثقب كبير VSD مع المجهود وكثرة الحركة، تعاني من التعرق الشديد، ونراجع عيادة القلب خلال 3 شهور أو كل 3 شهور. هل يعتبر هذا المرض وراثي؟ هل له علاقة بأمراض الوراثية أم لا؟ المدخل السؤال قبل أن أجيب على الوراثة. أولا كما قررنا ثقب كبير كما قالت في السؤال، ويسبب أعراض، والعمر متقدم. وأنا إما أن أقول أنها لم تراجع استشارية قلب متخصص في القلب، أو أن متخصص القلب عنده معلومة أخرى تمنع من إغلاق الثقب في هذا الوقت. ففي مثل هذه الحالات إذا وجد ثقب وله أو عنده وفيه أعراض عند الطفل أو عند الفتى أو الفتاة، فينبغي إغلاق هذا الثقب ولا ننتظر كثيرا، لأن الثقب كبير ويؤثر، وقد يؤثر على الرئتين وعلى النمو. لكن إن كان طبيب القلب عنده معلومة أخرى تتعارض مع الإقفال في هذا الوقت فهذا شيء آخر. طيب الشق الثاني، هل هو وراثي أم لا؟ الوراثة سؤال يعني شائع، عندما تلد الأم مولودا يأتي الزوج ويسأل هل ذلك وراثة؟ أمها، أختها، جدتها، والدي، أخي، خالي عندهم مرض في القلب. الوراثة ليست شائعة في حالات قلب الأطفال. تشوه قلب الأطفال الوراثة سببها يعني قليل جدا، في حالات محدودة. في بعض الناس عندهم اعتلال عضلة القلب الضخامي، تضخم عضلة القلب، هذا الاعتلال نعم نغلب فيه الوراثة. في متلازمة نسميها متلازمة كيو يسمونها لونج كيوتي سيندروم، هذه متلازمة في اضطراب ضربات القلب، هذه نغلب فيها الوراثة، وبعض حالات الرجفان الأذيني. هناك تشوهات أخرى غير القلب، تشوهات في الجسم عامة، وهذه التشوهات نتيجة وراثة في العائلة أو التهابات أثناء الحمل، وهذه التشوهات نعم قد تتكرر في العائلة، لكن على الأغلب الوراثة في مثل ثقوب القلب الولادية ليست شائعة. ولا ينبغي أيضا أن نربط بين الصغار والكبار، فأمراض الكبار مختلفة جدا، أمراض الأطفال مختلفة جدا، ولا ينبغي أن يؤثر ذلك على العلاقة الزوجية. يعني الوراثة جانبها بسيط جدا في هذا الجانب. هل في سؤال آخر؟ نعم دكتور. أيضا وصلنا تساؤل آخر، يقول هل جراحة صمامات القلب للأطفال تبدأ من عمر محدد، أو تكون الجراحة أفضل بعد أي مرحلة، في أي مرحلة عمرية أو بعد أي مرحلة عمرية؟ دعني آتي من هذا المدخل. أولا جراحات طب قلب الأطفال والأجنة في مملكتنا الحبيبة متقدمة جدا جدا جدا، وأصبحنا لا نفرق بين مولود وبين كبير. براعة الجراحين وتوفر الخدمات والخدمات المساندة والمراكز القوية يعني وصلت إلى التدخل في داخل الرحم في قلوب الأجنة، إما بالتدخل عن طريق التوسيع اللي هو عن طريق القسطرة، أو كما سمعتم الجراح السعودي الدكتور هاني نجم عندما يخرج الجنين من بطن أمه وتجرى له عملية ثم يعاد إلى بطن أمه. فكتطور التطور عال جدا جدا. إذا جينا للصمامات، هذا جزء من عمل جراح القلب ومن عمل أطباء القلب، تقييم الصمامات وتعريضها تحتاج جراحة أو لا تحتاج جراحة. فنحتاج الجراحة
الذي لا يحدده ليس العمر فقط، العمر هو جزء من معادلة، هل يحتاج الطفل ذلك أم لا يحتاج؟ ما نوع التدخل الجراحي؟ نحن لا نعني أن نتدخل في الصمامات أننا نغيرها، قد يحتاج الصمام إلى ترتيب، إلى تهذيب، وهنا بإمكان الجراح يتدخل مبكرا. إن لو سئلنا مثلا ما هو الوقت المناسب لتغيير الصمام، تغيير الصمام بحيث يكون صمام صناعي مثلا، وفي فتاة أو في فتاة كلما تأخرنا يكون أفضل، لكن لا نتأخر على حساب معاناة الطفل أو تأثر الأعضاء الأخرى. لذا كل حالة نناقشها أطباء قلب الأطفال مع الجراحين ونختار لها الإجراء المناسب والتوقيت المناسب، فلا تستوي حالة مع أختها. فنحن كل صباح في مراكز القلب المتقدم في المملكة نخوض نقاشا قد يكون حاميا وطيسا، ما الأفضل لذلك الطفل، ونعامل كل طفل كأنه من أطفالنا. متى نتدخل وكيف نتدخل وما هي شروط التدخل والتحضير لذلك؟ جزاكم الله خيرا. أيضا سؤال رابع يقول: أمي تعاني من مشاكل بإحدى صمامات القلب، ولي أخ صغير عمره 7 سنوات يعاني أيضا من روماتيزم بالقلب نتيجة التهاب عضلة القلب، هل هي أمراض وراثية أم مكتسبة وكيف يمكن تجنبها؟ نفس تقريبا السؤال تقريبا صحيح. كما قلنا المبدأ الأول ألا نخلط بين أمراض الكبار وأمراض الصغار، فتشوهات القلب غير مثلا التهاب الصمامات أو التهاب العضلات أو ضعف العضل في الكبار. لكننا نقول، نتساءل السؤال الثاني: هل الأم مصابة بروماتيزم القلب؟ هل كان الصمام عندها يعني صمام جيد ثم أصيبت بروماتيزم القلب، والطفلة كذلك روماتيزم القلب؟ فقد أثبتت الدراسات أن بعض العوائل لها قابلية للإصابة بروماتيزم القلب دون بعض العوائل، وهذا السبب الذي يعني نعطي بعض الأطفال مثلا بنسلين عن طريق العضل فترة طويلة من العمر، لا لعلاج ما حدث ولكن لمنع تكرار المرض. فبعض العوائل عندها قابلية، في شرق آسيا في عروق معينة، روتس معينة، عندها قابلية عالية جدا للإصابة بروماتيزم القلب، وكذلك في بعض جيراننا في الدول العربية، في بعض الدول عندهم قابلية عالية أعلى من بعض الدول، فهي تختلف من عرق إلى عرق، لكن هناك قابلية في أن تتكرر في جيل بعد جيل. نعم. أيضا لدينا سؤال خامس يقول: دكتور أنا أصبت بالحصبة الألمانية أثناء الحبل وأنا الآن في الشهر السادس، هل سيتأثر نمو القلب وهل هناك تحاليل محددة يمكن عملها لمعرفة ذلك؟ فما رأيكم دكتور في هذا؟ طبعا الحصبة الألمانية هي يعني مرض فيروسي يصيب الناس، يصيب البشر، وهي أقل أثرا من الحصبة الاعتيادية. والحصبة الألمانية وجدت الدراسات أنها ترفع نسبة تشوه القلب عند الأطفال، تزيدها إلى قرابة 20%، ما متأكد من الرقم، لكن قرابة 20-25% بشرطين: الأول أنها تكون في الأشهر الأولى من الحمل، الشيء الآخر أن الأم ليس عندها مناعة سابقة. طبعا كنت أسأل تقول هل يكون عندها مناعة سابقة ويكون عندها موجب الفحص؟ نعم، يكون عند الفحص موجب. لذلك برحمة الله أنها إن شاء الله نقول يعني لن تؤثر، الدراسات تقول نسبة التأثير ترتفع إلى 20% تأثير على قلب الجنين، ودعونا نتفائل، والأفضل أن طبيبة النساء ولادة هي خير من يعتني بمثل هذا الحالة. المطلوب أن طبيبة النساء ولادة ستراقب الأم وتراقب المعيار لفحص الحصبة الألمانية، وكذلك نحن بدورنا نفحص الجنين بعد مرور 16 أسبوع من الحمل، ونفحصه أيضا في الثلث الثاني من الحمل بحيث نطمئن أن القلب سليم. وبإذن الله حتى لو أثرت على القلب نأمل أن يكون التأثير بسيط، لكن كما ترون النسبة ليست عالية، وما حصل حصل، لكن نؤمل خيرا، وبإذن الله تكون تلك السيدة عندها مناعة سابقة ويكون تأثير الحصبة الألمانية على القلب
أقل ضرراً من غيرها. نسأل الله السلامة لها وللجنين. أيضا سؤال سادس يقول: عندما يخبر طبيب الأطفال الأم أن مولودها عنده صوت في القلب ويتم تحويل الحالة إلى طبيب القلب، السؤال: لماذا يتأخر طبيب القلب؟ طبعا المبدأ الأول ينبغي أن لا يتأخر، لكن تذكروا أننا نراعي أمورا. طبيب القلب لا تحول له حالة واحدة في اليوم. طبيب القلب عندما يمسك جهازه يستقبل عشرات الإحالات والاستشارات، وهو يرتبها ترتيبا. فكما أخبرتكم عندما يخبرني طبيب الأطفال يقول هناك صوت لغط في القلب، فأسأله بالتليفون أقول له: هل عند الطفل أعراض؟ يقول: ليس عنده أعراض. هل رضاعته جيدة؟ ممتازة. وفحصه قال: لا يوجد إلا هذا الصوت. وكيف الموجات الصوتية؟ قال: سليمة. وكيف مر الحمل؟ قال: مر الحمل بسلام. إذن من الأفضل لهذا الطفل أن يكمل 24 ساعة حتى يعني تهدأ الدورة الدموية وتستكمل، حتى يذهب الدم إلى الرئتين ويعود منها، لأن هذه بدايات ذهاب الدم إلى الرئتين. حتى كما أخبرتكم أن الفتحة الأذينية الولادية التي كانت موجودة في الجنين وكذلك القناة الشريانية تغلق من نفسها دون ما تدخل، دون ما أن نفحصها مبكراً ونخبر لهم بخبر لا يسره. لذلك مرور يوم على الطفل هذا هو الأصل، نفحصه بعد إكمال 24 ساعة. الأمر الثاني، ثقوا أننا لا نتأخر إلا عندما نطمئن أن الأم وطفلها بصحة جيدة وأن الطفل يمارس الرضاعة. الرضاعة تعادل الجري عند البالغين، عندما يبدأ الطفل لأول مرة يمارس نشاطاً لا يعرفه من قبل، فتجده يستجمع قواه ثم يمص الحليب ويغلق لسان المزمار حتى لا يذهب إلى الرئتين، ثم يفتح لسان المزمار ثم يتنفس ثم يدخل الحليب مرة أخرى. هذا التوارد السريع في تلك الحركتين واستجماع القوة في تلك العضلات جهد جبار على طفل لم يجرب ذلك من قبل كثيرا. لذلك إذا استطاع الطفل أن يرضع والطفل لا يعاني من زرقة، نسبة الأكسجين 100% والأمور طيبة، نحن نضع تلك الحالة في أسفل القائمة ونبدأ في الحالات التي عندهم زرقة أو معاناة أو عند الأم تاريخ مرضي مقلق، ونعتذر إن تأخرنا، لكن لابد من مرور 24 ساعة. يعطيكم العافية، بالعكس دكتور جهودكم الرائع، يعطيكم العافية. أيضا لدينا سؤال يقول: ابنتي تبلغ من العمر 16 عاما وتعاني من عدم انتظام ضربات القلب نتيجة وجود عيوب خلقية في الشريان التاجي، هل يتأثر القلب لاحقا بالفشل؟ وما هي الإرشادات التي يجب علينا عملها؟ في مثل هذه الحالات لابد أن يعرف الطبيب حدوده. العمر 16 عاما وهناك عدم انتظام في ضربات القلب، وهناك أيضا خلل في الشريان التاجي. أنا أجزم أن الحالة هذه تستدعي اهتمام كل طبيب وكل استشاري، وفي تلك الحالات نحن ما بين عمل مثلا موجات صوتية لمعرفة الشرايين التاجية داخل العضلة كمبدأها ومنتهاها إن استطعنا، وكذلك أداء العضلة وأداء القلب بالجملة، ونعمل أيضا تخطيط للقلب، تخطيط اللحظي وتخطيط 24 ساعة. وقد نحتاج إلى قسطرة قلبية لمعرفة أين تمر الشرايين التاجية وما هو كن هذا التشوه، وإذا كان القلب هادئا قد نتجه إلى الأشعة المقطعية لمعرفة حال الشرايين التاجية. لكن في مثل هذه الحالة بالذات أنا أجزم أن تلك الفتاة تتابع في مركز طبي متقدم، وإن لم يكن فينبغي أن تتواصل معي لإحالتها لمركز طبي متقدم أين كانت مدينتها، لأن الحالة تستدعي جهود أطباء قلب وكذلك جهود استشاري كهرباء القلب. هذه الحالة في هذه الفتاة في هذا العمر الجميل ينبغي أن نعتني بهذين الأمرين. فالحالة قد لا تناقش عبر البرنامج، ولا أمانع
إن لم تكن تتابع في مركز طبي متقدم أن نساعد في هذا الأمر ونحيلها إلى مركز طبي متقدم، ليس لخطورة الأمر لكن لأن الأمر يستدعي مزيدا من الفحوصات. حفظها الله وشفاها وعافيها. أمين يا رب العالمين. أمين. أيضا لدينا سؤال يقول: الدكتور، ابني صغير وعمره 6 سنوات مصاب ببعض التشوهات الخلقية بالقلب، هل ينعكس ذلك على مراحل نموه الطبيعي؟ لأني لاحظت أنه بطيء جدا في النمو مقارنة بإخوانه. نعم، القلب يستهلك طاقة كما وصفت لكم، يأخذ الدم من الجسم، يأخذ الدم غير المؤكسد، الدم الأزرق، ثم يأخذه إلى الرئتين ويعيده إلى البطين الأيسر، وذلك والبطين الأيسر يضخ الدم إلى الجسم مرة أخرى. هذه الدورة الدموية تستهلك طاقة، وهذه الدورة الدموية محسوبة، لا بد أن يصدر القلب هذه الكمية من الدم لبقية الأعضاء. فإذا وجد في القلب تشوهات وثقوب فنحن سنعاني من أمرين. الأمر الأول أن الطاقة التي في القلب هي مستهلكة، القلب يجهد نفسه يحاول أن يعوض النقص، لأن يضخ الدم من اليمين فيذهب اليسار، يضخ الدم من اليسار يذهب لليمين، وأنا أريد أن يتجه مكان آخر، فالقلب يجهد ويحتاج طاقة إضافية يأخذها من الطاقة المتولدة من أكل الصبي. الأمر الثاني أن كمية الدم قد لا تصل المطلوبة، قد لا تصل إلى جميع الأعضاء كما ينبغي، وهنا يكون قصور في النمو. في مثل هذه الحالات ينبغي العرض الطفل على طبيب القلب لمعرفة هل إجهاد القلب وهل قصور أداء القلب هو السبب أم لا. وأذكر شيئا آخر، لا نرمي كل شيء على القلب، القلب نعم هو سبب، لكن لا نغفل أيضا أن يكون لطبيب الأطفال زيارة يفحص فيها الطفل، يفحص الغدة الدرقية، يفحص الفيتامينات، ويقيس النمو، ويعرف مكامن الخلل وحاجة الطفل إلى الكمية من الطاقة التي ينبغي له في ذلك العمر. لذا هي نعم لنا ودول ولاستشاري طب الأطفال عام دور كبير في ذلك الأمر. شفع الله وعافى. أيضا أتوقع لدينا سؤال آخر. كنترول، هل لدينا سؤال أم انتهت الأسئلة؟ طيب يعطيك العافية، أتوقع أن الأسئلة انتهت. نسأل الله السلامة والعافية لكل مشاهدينا وكل مسلمي الوطن إن شاء الله والعالم. دكتور، إذا ممكن حابين نأخذ نصايح ممكن نوجهها لكل مشاهدينا في العالم العربي والإسلامي، خاصة بشهر رمضان المبارك، تكثر مثلا الأمراض أكثر في شهر رمضان باعتبار الصوم والأمور ارتفاع الضغط والسكر والأمور غيرها، فما النصائح اللي ممكن توجهها لنا دكتور؟ أولا كما أخبرتك أنا استشاري قلب أطفال، وعلى الأغلب الأطفال في هذه المرحلة العمرية لا يكلف بالصيام، يعني قد يصوم بعد العاشرة أو فما فوق ذلك، لكنني أنصح يعني بالاستماع لمثل هذه الحلقات، الاستماع إلى مصادر العلم، فيجد الإنسان نفسه عندما يعني يعتبر أمر أو عنده مرض، نتكلم عن الكبار، أنه مثلا يذهب إلى جوجل ويبحث عن معلومة، هذا خطأ كبير جدا. مثل هذه البرامج التي تصدر من مؤسسة مختصة علمية في هذا الجانب، أو من أباطرة في طب قلب الكبار أو الأطفال، يستمع لها ويأخذ المعلومة الصحيحة منها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى يعني أعرف بالبشر، فلا يكلفك ما لا تطيق، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإجهاد النفس والمشقة على النفس ببغية أن هذا اتباع السنة هذا خطأ، فمن اتباع السنة الأخذ بالرخص، ولكن ينبغي الحذر بين ترك الواجب لمصلحة طبية وترك الواجب لهوى في النفس. لذلك نعرض هذا الأمر على الاستشاري المسلم المؤتمن في علمه وفي أدائه، ومن ذلك الاستماع إلى برامجكم الشيقة الرائعة، وأهنئكم على نجاح هذا الموسم الثالث لهذا العام.
جزاك الله خير دكتور، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، كان معنا الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز العتي، استشاري أمراض قلب الأطفال ورئيس اللجنة العلمية للزمالة السعودية لطب قلب الأطفال. ونشكر لك جهدك دكتور ونصائحك القيمة في هذا الشهر الفضيل، ونتمنى إن شاء الله أن تكون في ميزان حسناتك يا رب العالمين. بارك الله فيكم وإياكم. شكرا. بارك الله فيكم. نلقاكم غدا مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا قلبك في رمضان في نفس الوقت والزمان. يعطيكم العافية. أحد النقاط الرئيسية اللي هتطرق إليها إن شاء الله بعد ما نأخذ بعض الأسئلة هو موضوع صحة القلب في رمضان، وسأركز على مسألة الفطر في رمضان والمرضى الذين يأخذون الإنسولين وعندهم عدم انتظام في السكر التراكمي أو عدم انتظام في وما زلنا لم نستطع الوصول إلى مستوى في السكر في الدم جيد. الحقيقة هذول عاليين الخطورة بالنسبة لصيام رمضان، وبالإضافة إلى مرض القلب يكون في خطورة عالية على هؤلاء.